الإقراض والاقتراض من جملة المعاملات السائدة بين الناس، وقد جاءت الشريعة الإسلامية ببيان أحكامها بما يحفظ الحقوق ويضمن مصالح الناس دون جور أو إجحاف. والقرض هو دفع مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته، فهو مباح للمقترض وسنة مستحبة للمقرض، وذلك لما فيه من الإحسان إلى المسلم وسد حاجته وتنفيس كربته، فيدخل في عموم قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد يكون الإقراض واجبا أحيانا، كما إذا كان المقترض مضطرا ولا تندفع ضرورته إلا بالقرض، فيجب حينئذ على من كان قادرا من غير ضرر عليه. وقد يكون محرما أحيانا، كما إذا كان المقترض يقترض لعمل محرم. ومن أهم أحكام القرض أنه عقد تمليك، فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف، ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول. كل قرض جر نفعا فهو ربا، فليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه، أو يشترط منفعة كسكن أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك من المنافع. إذا رد المقترض أحسن مما أخذ من المقرض، أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد، صح ذلك، لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء. من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك من عقد قروض نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض. يجوز للمقرض أن يأخذ رسوما عن خدمات القروض بشرط ألا تزيد عن الأجرة الفعلية التي يتكلفها المقرض، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا. الأصل أنه لا إثم على صاحب المال إن رفض إقراض شيء من ماله لمن سأله ذلك، إلا إذا كان القرض واجبا ومتعينا عليه. ومن كان في ساعة من أمره وأحب أن يتجاوز عن معسر فليتجاوز، لعل الله يتجاوز عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه.